صباحكم الخير. يوم الثلاثاء 24 نيسان أبريل. اليوم القمر كمان مرافقنا من برج ناري وش الأسد، وبعد الأجواء جيدة للأبراج النارية الأسد الحمل وأيضا موالي برج القوس، ونصيحة يلي نهاره جيد ما يأجل لبكرة، بكرة الأجواء مختلفة كليا. منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل نهار إيجابي يبشر بتقدم بنجاح ويمكن حتى بأخبار سارة وبأرباح متنوعة. والأكثر حظا اليوم مواليد نيسان أبريل، وبدي يضيف عليهم مواليد 31 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. هنالك بعض الأمور يلي عم تنطبخ على نار هادية أو نار قوية، والعلاقة بمسألة شخصية يلي أنت حابب تهتم فيها شخصيا، أو يمكن منا لحالة تبين بعض الأمور الشخصية بحياتك، يمكن أمور عائلية، يمكن أمور إيجابية أنت حابب تهتم فيها مثل تزبط البيت، ترتبط، تتزوج، أو هنالك نوع من احتفالات عائلية. 29-30 نيسان أبريل بتضلها الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء تتمتع اليوم بديناميكية كتير قوية، فكرية، جسدية، اليوم أفكارك ذكية كتير، حابب أنك أنت تطرح فكرة، أو يمكن فجأة بتلاحظ شيء بتحكي عنه، لكن يمكن هنالك بعض الأشخاص اللي بيفهموا غلط، ففكر منيح قبل ما تعطي أي رأي. هيدي فترة تتمتع فيها بقدرات حلوة للتعبير عن النفس وبالتواصل مع الآخرين، لكن كون منتبه أكتر. تبقى المواليد اللي عندها حظ شوي أكتر من غيرها 21 أيار مايو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان بعتبر نهار جيد إيجابي، بيدعمك، بيساعدك، بيزقف لك، ويمكن حتى يقدم لك نوع من مكافأة وتسوية أو مصالحة. الجو اليوم يمكن إذا بيحمل امتحانات إن كانت دراسية أو مهنية، حاول تكون جاهز وواثق من نفسك لأنه الفترة كلها إيجابية. 11 و12 تموز يوليو بعده الأكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان، لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد القمر ببرجك، الشمس مثل ما قلت لك امبارح بعدها عالية، وبالتالي نجمك بعده كتير قوي. هنالك انطلاقة وعزيمة كتير قوية عند جميع مواليد برج الأسد، ما بتقدروا تتخبوا أو تحاولوا إنكم تنكروا هالرغبة عندكم بإدخال شيء جديد على حياتكم. خذوا الأمور على الهدى حتى ما يزعل حدا منكم، وفي احتمال حتى منا لحالة بعض الأمور توصل لعنكم على طبق من فضة، أمور جديدة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هالفترة هو 2-3-4 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. أنا محلك بنطر لبكرة وبعد بكرة، لأنه الفرق 180 درجة بين اليوم واليومين المقبلين. فشو بنعمل؟ بنخلي هذا النهار يمرق بأقل ضرر ممكن، ما المفروض يكون فيه أضرار، لكن هذه فترة شوي مخيبة للأمل، فارغة من الحظوظ ومن أي نتيجة. ما تحسم أي أمر، انطور أحسن. تبقى المواليد اللي بعتبر أنه لازم تنتبه أكثر من غيرها اليوم هي 9-10 سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان ما تأجل لبكرة، شهل اليوم وقال بدك تضطر تنطر للجمعة. اليوم انهار في شوية مساعدات، في شوية دعم، في شوية تأييد لألك، في مين بيتفهمك وفي مين بيقدر يساعدك وينبهك من بعض الأغلاط. تبقى الأكثر حظا نسبيا هي مواليد 22-23 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. الضغط بعده مستمر، الضغط النفسي والمعنوي من امبارح، الجو متقلب، وأصلا الجو كله منه هالقد رايق بالنسبة لك تقريبا حتى 19 أيار مايو، وبالتالي بدك من هلأ لوقتها بدك تدولبها بطريقة ما تزعل حدا. اليوم كتير بيزعلوا، مش حدا واحد، كتير معقول يزعلوا منك، فكون حذر جدا. الأكثر صعبا مواليد أكتوبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس نهار حلو، أفضل من بكرة. أنت من الأشخاص اللي ما لازم يأجلوا للأيام المقبلة، اليوم نهار بيساعدك كتير ومش شوي، وكأنه بيعطيك الجرأة لحتى تاخد خطوة باتجاه مسار جديد غريب عجيب ما بتعرفه. تبقى المواليد الأنشط مواليد 29-30 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج الشدي. مولود برج الشدي بكرة نهار ترابي بامتياز، وبالتالي في تجاوب وتعاون معك
أكثر من اليوم. اليوم بدك تتعب لأنه في كتير أشخاص ما بيقدروا يأجلوا مضطرين، فاليوم بده يكون في أخذ عطاء، بدك تتكيف مع الظروف لتمشي الحال. فحاول ما تخلق مشكل. ليش؟ لأنه ما بدنا مشكل يوصل لبكرة وبعد بكرة يلي هني يومين كتير حلوين مفروض نكون عم نتقبل خلالهم الكادويات، مش قاعدين عم نحلحل فيهم مشاكل. تبقى المواليد الأكثر تعبا 31 ديسمبر 1 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو، أنت من الأبراج يلي قد تعاني اليوم، يمكن من امبارح المعاناة مكملة، الأجواء متقلبة، ضاغطة، متطلبة، حسب عمرك شو بتعمل بالحياة، إن كنت تلميذ، يمكن عندك امتحانات، يمكن مش دارس منيح، أو يعني في بعض الإشكالات اليوم حتى على الشخص اللي بيشتغل أو ما بيشتغل، بعده عن المشاكل لأنه المشكل بيكبر. هنالك بعض الحظوظ الصغيرة عند 20 و21 كانون 2 يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هنالك تفاعل لا بأس به، شرط انه انت تكون عارف شو عم تعمل. مثل ما قلت لك امبارح في كتير امور بتضطر تشتغل فيها بالوقت نفسه، الاولويات لازم تاخذها بعين الاعتبار. ونصيحة، ما تأجل لبكرة لانه بكرة معقولة، مش انه تتأزم، معقولة تسوء شوي الامور. فاذا بدك، اذا عندك شغلة مهمة بهذا الأسبوع اشتغل عليها اليوم أو بدك تأجلها للأحد. 19 أدار مارس بعد الأوفر حظا. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة مهمة لأنه هيدي السنة يبدو عم تشتغل فيها على أسس جديدة شخصية، عائلية، منزلية، بدك تشتري بيت، تبيع بيت، بدك تستأجر، بدك تسافر، بدك ترجع من سفرة، بدك تتزوج، كل هالأمور الشخصية أنت عم تشتغل عليها. وطبعا أنت بحد ذاتك كشخص أنت العنوان الرئيسي، كأنه عم تهتم بحالك صحيا، نفسيا، معنويا. أيار مايو سبتمبر وكانون الثاني يناير هن أفضل الأشهر. إلى لقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.